شكرا استاذ في شكرا على الدعوه. طبعا ربما السؤال هو سؤال عميق ويطلب منا ايضا اشتغال ديني عميق. اني وانا انصت للساده الاساتذه تنتابني مجموعه من الافكار مجموعه من التساؤلات ايضا التي يجب ان نفكر بها بامعان. طبعا لان كلمه النهوض تستدعي بالاضافه للمقاربات التي ذكرت مقاربه اخرى بالزاويه السوسيولوجيه بالزاويه التخصصي، لاننا تحدثنا هي مواصفات جيل النهوض. وبعد ذلك اولا، هل هناك نهوض اصلا؟ ننهض من ماذا بالضبط؟ وعندما ننهض الى اين نحن ذاهبون؟ الى اين نسير؟ او نريد ان نسير فعلا؟ بمعنى ماذا نريد من شبابنا بالضبط؟ اعتقد انه اذا رجعنا الى التاريخ ونعود الى عصر النهضة المرادف لكلمة النهوض عندنا اليوم، كان هناك جيل نهوض وكان الشباب هم قادة عصر النهضة بامتياز. نرجع الى مفكري اولئك الى ذلك الجيل بالضبط وسنعرف ان سنهم كان في معظمهم بل كلهم كانوا شبابا. نعود إلى فترة استقلال المغرب الذين وقعوا على وثيقة استقلال غاشير نايف كانوا أيضا شبابا، لم يتجاوز أغلبهم 25 سنة آنذاك. بمعنى أنه مراحل النهوض أو مرحلة النهوض في أي أمة من الأمم في أي بلد من البلدان كان من وراء الشباب، وكانت تستدعي قوة الشباب وحماس الشباب وأثر الشباب في التحولات التي ستقع فيما بعد. لكن اليوم قد نتساءل، وهذا من حقنا، أين هو شبابنا وأين يوجد؟ أكيد لا يوجد داخل هذه القاعة إلا القليل، أين الآخرون؟ ما الذي يعيق نهضة الشباب اليوم في المجتمع المغربي؟ في اعتقادي هناك أشياء كثيرة ولا أريد أن أطيل فيها، فقط سأخذ مؤشرا واحدا أعتبره مفصليا في مقاربة وضعية الشباب اليوم، وسنطلق من إحصائيات التي صدرت سنة 2012 ويتعلق بمشاركة الشباب في الحياة العامة، وهي الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط على عين تضم 5000 شاب وشابة من مختلف مناطق المغرب، وتوصلت إلى الآتي: أن الشباب أعضاء في تنظيمات سياسية بفاصون ريغيليير يعني بصفة منتظمة لا يتجاوز 0.5%. اون باكتيف دون زان سانديكا يعني نشيط، فنشيط شاب نشيط، وفي نقابة معينة فقط 0.8. شباب يشاركون في لقاءات حزبية سياسية نقابية 1.6%. شباب مشارك مظاهرات اجتماعية ومظاهرات أخرى 1.1%. أعضاء منظمات غير حكومية سونجي 2.1%. ومشاركة في أنشطة التطوع يعني ليزاكتيفيتي دو بينوفولا فقط 2.8%. علما بأن هذه العينة ضمت الفئة العمرية من 18 إلى 44 سنة، بمعنى انها تجاوزت نسبة الشباب. اعتقد عندما سالنا الحلمي انذاك على انه اطار ربما لقاء فلاحي، لو اقتصر امر على الشباب فقط حسب تعريف الامم المتحدة الذي هو 15-24 سنة او لنقل 18-24 سنة، سيكون الامر او هذه الارقام اكثر كارثية واكثر سوداوية. ولعل صعوده الى سن 44 سنة واعتبار الشباب انه يمتد الى 40 سنة وهو مخالف حتى لتعريف جامعة الدول العربية الذي توقفها بسنة 29 سنة من الشباب اقل من 30 سنة، سيكون الامر ايضا كارثيا بالنسبة لهذه المقاييس. اذا بالنسبة للمنطلق اعتقادي لجيل النهوض هو المشاركة، ان يشاركنا الشباب ما نقوم به فعلا. ولعل المشاركة هنا هي مشاركة في اتخاذ القرار في بناء المستقبل، مشاركة في العيش المشترك وقيم في بناء قيم جديدة لمجتمعاتنا اليوم.
مجتمعاتنا اليوم تحتاج إلى قيم، لا أقول قيم جديدة كليا، وأنا أشاطر أستاذي مصطفح الديع فيما قال، ولكن أقول أيضا بقيم تستري ما حصل من تغيرات وتحولات كثيرة جدا تستدعي وقفة عميقة حول موقع الشباب وحول رأي الشباب في قيم مجتمعاته، في التغيرات التي حصلت، في التحولات التي تحصل، وبأكيد في ما يراه. لكن هذا الشباب ربما إذا بحثنا عنه وعن لدي وضعيات أخرى ربما سأجيب بها في أسئلة أخرى ستعطينا أفكار أخرى ربما ما يتعلق أين هو الشباب وأين يمكن أن نجده. أنا لا أدعي بأنه يمكن أن أقدم زعما قراءة في هذا الوقت وهذا الحيز، يعني الوقت الزمني. طبعا لدينا بعض المساهمات البسيطة والمتواضعة حول مقاربة قضايا الشباب كفاعل. أعتقد بأنه عندما يتمثل المجتمع المغربي لدينا تمثلات خاطئة للشباب يجب أن نعترف بها. وأعتقد أولى التمثلات في نظري شباب اليوم وشباب آخر، شباب مختلف. يجب أن نغير المنهجية التي نشتغل فيها مع الشباب. يجب أن نبتعد ما كان عن دروس وعدو الإرشاد. الشباب لم يعد يتقبل إطلاقا. وهذه مسألة يجب أن ننتبه إليها. أن باقي الشباب اليوم في قضايا دينهم أو قضايا دنياهم بصفة عامة من منطلق أنت المالك وأنت المتمكن وأنت العارف وهم لا يعرفون، أعتقد بأنها لم تعد تجدي نفعا وأمثلة كثيرة جدا. طبعا المجتمعات الغربية تطورت لأنها فهمت حاجة إلى الشباب، فهي عندما تعي أن مسيرتها مهددة تعود إلى شبابها وتتساءل عما هي فاعلة بهذا الشباب وتنصت إلى قضايا وهموم الشباب وتعيد طرح أسئلة من جديد وتحديد أولويات التي يجب أن نشتغل عليها. نحن في مجتمعاتنا لدينا صورة جاهزة عما نريد وعما نريده من هذا الشباب، وعليه أن يتمثل قيمنا نحن وتصوراتنا الحضارية نحن وأفكارنا نحن بدون أن نخضعها أيضا للتساؤل وبدون أن نتساءل حولها وبدون بالتالي أن نكيفها مع المطلبات الجديدة للشباب. وأعتقد هذا هو الخلل الأساسي في تعاملنا مع قضايا الشباب. أنا في نظري انطلاقاً من ما نشتغل حولها، أستاذ حدية في الأول قال زاوية مهمة طرحها من خلالها، الشباب يعيش أزمة هوية اليوم في المجتمعات، في مجتمعاتنا وفي مجتمعات المعمور بصفة عامة. هؤلاء الذين يهربون ويلعون إلى مناطق انهرار في العالم، يذهبون إلى داعش من أوساط فقيرة ومن أوساط غنية ومن أوساط متوسطة، ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هل الفقر؟ هل الإقصاء؟ هل أنهم مقصيين؟ هل أنهم فعلا يعني أم أن آليات التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة كتنشئة أولية فشل في إقناعهم بقضيتهم المركزية في مجتمعاتهم؟ نحن نطرح الشباب اليوم قضية مركزية، شبابنا اليوم بدون قضية، بدون إشكال مركزي في مجتمعه، بدون شيء يدافع عنه في مجتمعه، بدون قناعات تجعله متشبث بوطنه ومتشبث بقيم هويته. أعتقد اليوم إحنا قضية هوية مطروحة، نحن كل واحد كيجر جيد تكون واضحي. إحنا وجدنا هذا الشباب المغربي حطينا في واحد أمامنا كنجبدو فيه. محفظة التلميذ اليوم المدرسة محملة بشتى أنواع التناقضات. الأمازيغيين قرروا الأمازيغية لأن هويته أمازيغية. سامر إحنا الإسلاميين كنقول لهم أودي أنتم مسلمين خصكم تقرأوا القرآن والعقائد كما هي لأنكم مسلمين. العرب تقرأوا العربية كما هي. الفرنسيين بطبيعة الحال الطبقة الفرنكوان تدرسوا الفرنسية كما هي. كل الإشكالات هوية المغربية بمفهوم أنها هوية متعددة وهذا خطأ. أحيانا وضعناها في محفظة الدين، حملناه تناقضاته، حملناه صراعاتنا السياسية، حملناه فأصبح لا هو هذا ولا ذاك. شكون واضح أنهم يتوصل مرحلة مراهقة يضع التساؤل حول المسيح ومن بالضبط وماذا نحن فاعلون به. وأعتقد هذا إشكال كبير جدا لأن هذه المكونات ما نفهمهاش، المكونات فيها تناقض صارخ أحيانا. وبالتالي هنا تبرز لنا
التنشئة الاجتماعية الثانوية والخطر إن ملي توقف أزمة هناك تبدأ التنشئة الاجتماعية الثانوية، أولئك المرابطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أولئك المرابطين في الأحياء وفي المناطق يجرون شبابنا إلى هوية جديدة جاهزة، يقدمون له مشروعا مجتمعيا أفضل. أنت هذا البلد وهذا لم يعطيك الهوية التي تستحق، فنحن نقدم لك الهوية التي تحتاجها لتكون محاربا أو مناضلا في مناطقك. وعندما يذهب، لاحظوا أن الشباب المغربي وهم كثر للأسف الشديد، عندما يذهبون أولى الصور التي يرسلونها إلى عائلتهم هي صورهم مع بندقية، يقول لهم لاحظوا أنني مهم هنا ولست مهما في بلدي. وأعتقد هذه الزاوية لأننا إذا عالجنا إشكاليات الهوية لدى الشباب المغربي خاصة، إذا تفاعلنا مع وتعاملنا في منطق آخر مختلف، إذا ربينا لدى هؤلاء الشباب، إذا أنصتنا لهؤلاء الشباب، إذا دفعناهم إلى تبني قضاياهم الأساسية وإلى إشراكهم، أنا عندما نتحدث عن المشاركة، المشاركة السياسية ضرورية. واضح مفهوم المشاركة مش مفهوم يعني غلامي، مفهوم واضح ومحدد بمعايير وضوابط واضحة. المشاركة السياسية هي شاملة وعامة في مختلف تجلياتها. أعتقد إن عندما نشركهم في اتخاذ القرار في مجتمعنا نربح شبابنا عوض أن نخسرها. أعتقد بأننا خسرنا الشباب داخل الجامعات، داخل المدارس، داخل الفضاءات المشتركة وداخل الفضاء العام. في شباب، هناك شباب ضل أيضا، ربما الأستاذ تحدث عن ذلك الشباب حين الأم الذي لم يصل إلى مستوى من التعليم، أولئك الشباب المتعاطي لمختلف أشكال الانحرافات إلى غير ذلك، كما يسمى مصطفح جازي في كتابه عندما تحدث عن الهدر وطاقات المهدورة في المجتمعات، وهو الإنسان المهدور الذي صدر سنة 2005 يقول أن الشباب الضل الذي لا نراه هو يشكل غالبية العظمى من الشباب. لنتخيل أن هذا الشباب الذي لا نعرفه ونشأ وجعله الدولة أيضا لأنها لا تعرف بالضبط ماذا يريد هذا الشباب، لنتخيل أن هؤلاء تحركوا في يوم من الأيام في أي اتجاه سيتحركوا. أعتقد عندما تكون القيم المجتمعية واضحة تذهب في اتجاه أولئك الشباب، في اتجاه انتزاعهم، في اتجاه إعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، فرصة للمشاركة بمفهومها الواسع في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، فرصة أيضا للتعبير عن قضية تمس أساس وجودهم. أعتقد أن ذلك يمكن أن يكسب هؤلاء الشباب. يمكن فعلا أن تفضل. على كل حال أنا لا أود أن أخرج كثيرا عن الموضوع، ولكن أنا لي رؤيتي الخاصة وبطبيعة الحال ألتزم بمنهج علمي درسته وأحاول أن أكون وفيا له، لأن العلم له قواعده. تدري السوسيولوجيا تنظر للمجتمع بطريقة أخرى. ربما يعني أعتقد من هذه الزاوية فقط مرة أخرى للأرقام لنتناقش في بشكل آخر. أعتقد أنه عندما نقول اليوم خصائص جيل النهوض الحضاري عن أي فئة نتحدث؟ لا نتحدث عن كل فئات، وبالتالي عندما نقول جيل النهوض فنحن نقصد بالضرورة جيل، ونقول جيل واضح تعريفه واضح. فقط جيلنا اليوم في البحث الذي أجري حول الشباب اعتبرنا أننا نعود إلى كتاب موجي الزيدي واحد السوسيولوجيين التونسيين في مفهومه للجيل أيضا يطرح عدة تعريف لا أود الدخول فيها، ولكن مواصفات جيل الشباب المغربي سنجد بأنه القيم أكثر حضورا أو الخصائص الأساسية بالنسبة إليه أولا هي العائلة بنسبة 57.6%، ثم مرتبط بديني دينه والمرحلة الثانية الدين الإسلامي 24.1%، ثم بعد ذلك تأتي العمل 10.4%، يعني تقدم البلد، لاحظ تقدم البلد كقيمة فقط 8.7%، ثم
الدراسة فقط 2.3%. إذا هذه المعطيات اللي هي على كل حال الدراسة التي أنجزت سنة 2012 من طرف أرسنال. طبعا أنا هنا غنستفز نسبيا القاعة. أنا شخصيا لا يهمني أن يرتبط الجد فقط بأسرته وبديني. أن يهمني من الشباب النهوض الحضاري أن يرجع مجتمع المعرفة أكثر. أن يدفع بلده نحو التقدم وأن يرتبط بدراسته. التدين في أوساط الشباب أصبح أكثر انتظام 51.7% يؤدون صلاة يحرصون على أداء الصلاة في المساجد وإحقاص الصلاة بجمعة 68% منهم ذكور 63% من الإناث يعيدون في جمعة. طيب ننتقلنا من الناس ما غير تصلي والناس كتصلي ماذا تغير؟ واش حنا اليوم كيهمنا في الشباب المتدين هو الأساس اللي هو جيل نهوض الحضارة؟ هذيك الصفة من الصفات خاصية من الخصائص. لكن هل وضع الشباب أصبح أفضل؟ هل جيلنا اليوم أكثر تدينا؟ أم هناك أشياء حتى في ديننا تختلف؟ هنا هي الشرط الثاني ديال المعاملات، لأن الدين فيها قاعدة وعبادات ومعاملات. الشرط الأخير أعتقد بأننا عندنا قيم. لماذا هذه القيم التي اليوم لدى الشباب لم تنتقل على مستوى الممارسة؟ فين هو الخلل؟ كيفاش هذا الشباب كيمشي للجامع يصلي ولكن لا ينعكس ذلك لا على دراسته ولا على قيمه المجتمعية ولا على مجموعة من الأشياء التي نرى؟ بمعنى أنا بالنسبة لي الشباب يجب أولا أن يقرأ. لاحظوا المفارقة الثانية، نجيب لكم واحد المفارقة، هذه هي السوسيولوجيا، هي المفارقة، أمبري آدم راه كيعرفوا الصيني، حد الحق، 1963 هو سوسيولوجي فرنسي اشتغل معه في المغرب سنوات، كانوا 93% من الشباب الثانويات يقرؤون بشكل منتظم خارج المقرر الدراسي، 23% يلتهمون ماشي في بعض لا يلتهمون يعني يقرؤون بنعم كتابين في الشهر. دراسة يازمي 98 تقول لك 60% من الشباب يضعون القراءة في المرتبة الأولى مازال في 98 مازال القراءة والتلفزيون في المرتبة الثانية. 2011 تحول ديال 2000 شنو غيبقى القراءة في المرتبة الخامسة في اهتمام الشباب المتدرس بعد الانترنت والتليفون والاصدقاء. انا ما كنقولش عندها حد سلبي ابدا، في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه. ما القراءه ايضا في اشياء ايجابيه واشياء سلبيه، ممكن ما تقرا شيئا يفيد شيئا لا يفيد. 7% ايضا دراسه اخرى اجريت ل 7% من عينه تضم 1365 شاب من 13 مدينه مغربيه لم تقرا الا كتابا واحدا خلال 5 سنوات الاخيره. كتاب واحد في 5 سنين. في المقابل شنو ارتفع عندنا؟ مؤشرات اللجوء الى الانترنت بطبيعة الحال 52% يقضون اكثر من 10 ساعات كونيكتد. ربما نتفق مع الاستاذ لانه ماشي اشياء مفيده، اشياء ربما لا تكون مفيده. 82% من الشباب المغربي يعتمد على الانترنت كمصدر وحيد للمعرفه. ارتفاع كبير في مؤشرات الغش والبلاجيا وما الى ذلك، ناهيك على انه المغرب احنا عندنا ولوج جامعي ضئيل تقريبا اليونسكو سنة 2011 نحتلوا الرتبة ما قبل الأخيرة في الدول العربية 12.3% ولبنان 52.5% وفلسطين 47% اللي عندها الحظ والأردن 40.7%. المغرب ثاني دولة من حيث حجم الإنفاق على التعليم بعد الإمارات العربية المتحدة من الميزانية العامة. هي كتنفق 27.7% من الميزانية ديال 27.2 والمغرب كينفق 25.7 من الميزانية ديالو العامة على التعليم. الشباب ديالنا كيعتبر بأنه مثلا في ارتفاع القيم المشجعة المحسوبية الوساطة والزبونية كيعان بها الشباب. هادشي راه كاين ارتفاع قيم التدين. لاحظوا كونتخودي ماشي كنقولوا نفس الشباب ولكن فقط حاولوا نفهموا هاد الفسيفساء العجيبة. كيقول لك انا الاولويه كيحدد الشباب وجوه ثم تنسوق شغل كيقول باش تخدم كيقول لك اودي اللي كيامن بالدبلوم فقط 65% في حين اللي كيامنوا بالعلاقات الحاسه السمونيه والمحسوبيه 50%.
استعداد فئات كبيرة ديال الشباب دفاعا عن قيم لا تكافؤ. معطل اليوم كيقول لك اسيدي خدمنا حنا المعتصمين. تخدم شاب ما معتصمش بمعنى التكافؤ لا يدافعون عنه. هذه القيم كلها اليوم كتكسرنا فوسي في ساعة ربما أنا بالنسبة لي عجيبة جدا ولكن أغرب منها. ناهيك على قيم أخرى ترتبط بالعنف والجريمة على اللي أن في على كل حال ملاحظات كثيرة ولكن حتى من هي هذا القول. أنا بالنسبة لي إذا لم يكن الشباب قادرا على أن يلج لهذا المجتمع إلى مجتمع المعرفة الذي لا زلنا بعيدا عن كل مؤشرات ليه وضعنا بحنا نحن بعيدا عن مجتمع المعرفة احنا ما قدمنا للشباب والو. كنتي واخا ندخلو الشباب ديالنا كلشي للجوامع نخلي حتى واحد على برا بدون الولوج لمجتمع المعرفة. أنا بالنسبة لي الأهم بليس هو يدخلني مجتمع المعرفة لأن اليوم عندما ذهب محمد عبدو في مرحلة معينة إلى أوروبا وشاهد بنفسي أن الشخص ما كانش كيمشيو للجامع ولكن كيمشيو للجامعة. بمعنى الله أنا بالنسبة لي موقفي واضح وصريح وهناك توجه يجب أن نركز عليه في هذا البلد لأن بالعلم فقط سنسمو. بالعلم يمكن أن نصل إلى ما نريد لكن بتشجيع الجهل صعب ننزل هذا المجتمع إلى المراتب المتدنية. وأعتقد بأن شجعنا الجهل سنوات طويلة دولة الشعب الجهل أحزاب للأسف الشعب الجهل مجموعة من جماعات الشعب الجهل أصبحنا اليوم جهل جاهلين فاق جهل الأمم. وأعتقد بالجهل فقط أن اليوم وصلنا واحد المرتبة المتدنية. إحنا جميع مسألة جميع المؤشرات اليوم إحنا وصلنا من طرف كل الدول أن على المستوى التعليم ولا غيره بأننا تقريبا إحنا نكاد نكون كنتقاربوا مع اليمن ومع موريتانيا ومع حتى الدول العربية. هذا وضع اللي أحيانا كيطرح أكبر معلم استفهام على السياسة العامة للبلد منذ سنوات. شكرا. طبعا أنا أعتقد بأننا نحن في مدواء ربما مش الهدف هو نناقش الدين لأن يعني لسنا هنا لمناقشة قضايا الدين. طبعا ثانيا حتى واحد ما غينزل على واحد الصفة الدينية قرابة ديال الحاضرين وكيعرفوا حنا رجل متدين لكن لا أناقش بالدين بل أناقش أولادي بالدين. الدين قواعد لا أؤمن بأنني أناقش استاذت كلمات على الأخلاق وأنا أتفق معها. الغرب أو الغرب بصفة عامة حنا دايما اللي كنصافو كنشوفو أخلاق الغرب ونتعجب بأخلاق الغرب. لم يكن مدخل ديني تعلموش داكشي في الكنيسة وتعلموا في المساجد باش نكونوا واضحين. ما تعلموش بأن مدخل الأخلاق فقط هو الدين الإسلامي هذا خطأ. نعم لدينا أخلاق ديننا الإسلامي ولكن ليس المدخل الوحيد الأخلاق. وهذه مسألة أساسية إحنا ما بغيناش نناقشوا لأن لا ناقشنا الدين غادي يكون بخلاف وجهات نظر تختلف. أعتقد يعني سوى نقاش في الخلاف غير أنا من ماشي من الناس اللي كنقولوا الدين حل ربما جا الكلام ديال بعض الإخوة تاني معايا الحل هو رجوع الدين. واش حنا مشينا على ديننا ولا هربنا عليه شنو وقع؟ هذا نقاش آخر أعتقد في مجال آخر. أنا بالنسبة لي لست مؤهلا للمناقشة لست لا عالم دين ولا متخصص في القضايا الدينية أن ناقش قضايا المجتمع الثانية والمسلمية كما أرى. يمكن ناقش التدين كسلوك لأن ملي تقول التدين كسلوك اجتماعي هذا موضوع للسوسيولوجيا. غير نرجع واحد النقطة طرحتها الأخت كريمة هو كيف نزرع الثقة لدى أبنائنا. أنا أحكي لكم مسألة بسيطة جدا وهي أن الطفل اليوم ملي كنوجهوه للمدرسة كيمشي ومحمل بالوصايا العشر ماشي وصايا موسى سيدنا موسى لكن هي وصايا العشر. عندك ما عندك يدوقوك عندك يضربوك عندك يديولك الأدوات عندك تاكل شي حاجة عندك يعطيوك عندك ترملك شي واحد عندك مهم إلى آخره. كان واحد الوصايا كتحملو بها الأسر الدري ملي كيمشي للمدرسة وكأنه غادي واحد المعركة ديال الحرب غادي للحرب ما غاديش للمدرسة.
ما هي القيم التي ننقلها لأطفالنا؟ قيم اللي سلبية طبعاً الحال انطلاقا من الأسرة انطلاقا من المدرسة. كنعزو واحد القيم إيجابية. هذا الطفل الذي ينشأ في هذه البيئة هل سيقبل الاختلاف؟ أول حاجة احنا ما خصناش نكون مختلفين. اختلفتي عليا راك عاد ما غننجحوا في حزب سياسي، ما في جمعية، ما غادي نقدروا نكونوا فريق عمل. احنا ملي كيجي عندنا الطلبة ربما مع الطلبة عندنا طالبة مولودة مثلا تونس الشقيقة، اشنا تجربة مع الطلبة ديالنا؟ غير باش يكونوا فريق عمل كنحيروا السيستم سكولار كامل على المسار الطويل، كيعطيناش طلبة قادرين يشتغلوا مع بعض. على عكس النظام الاوروبي والغربي، حنا كنشوفوا جامعات غربية كيفاش كيشتغلوا، كيفاش عندهم روح الانتماء، روح الشغل، لان عندهم نظام مختلف تماما. لا مدخل ديني ولا محزن. القيم هي كاينه في الدين، نخدموها بلا ما نعطيوها كاينه في الدين. علاش بالضروره؟ القيم الانسانيه الكونيه موجوده في العالم كله. احنا اليوم اللي كنقولوا لا ديننا ورجعوا لديننا، كيولي واحد النقاش اللي احنا ما محتاجش للمجتمع. كاين واحد النقاش احيانا ما دمت انها موجوده بالضروره نلبسوا هذاك اللباس. ماشي ضروري اعتقد، لكن نامن بان القيم الاسلاميه هي قيم كونيه، ولكن لان نحن متعصبين اكثر طبيعه الحال ديننا، وهذا شيء طبيعي نكون متعصبين، ماشي مشكل. انا مواصفات في النقطه الاخيره اللي بغيت نذكر فقط، بالاضافه للثقه لانها منزوعه عن الاطفال منذ الصغر بطبيعه الحال، كاين جانب اخر هو اننا ما كنضروش للشباب اليوم كفاعل، لان اليوم الشباب هو فاعل ارض نعم كريم، اشكال جديده من القيم والسلوك يجب استحضارها، خصنا نفهموها وندرسوها ونعرفوا التحولات ديالها وندرسوا هذا الشيء كله. بمعنى انه لا اعتقد اليوم نتعامل مع الشباب بهذا المنطق، لانه شباب يعني فقط هو شباب. احنا غادي نعطيو يعني ربما المواعظ، او فقط احنا دورنا هو اننا نتعامل مع الشباب من منطلق متعالي، ان الشباب سيتفاعل معه. الشباب اليوم فاعل بمعنى سنكتب اساسي قيم جديده. يجب ان نعم تفضل صافي مختبي بالفقط مشاوير الشغل. اولا يعني ملتقى الحضارات اعتبره يعني هذا اللقاء مهم جدا بالنسبه للتحاور حول القضايا من القبيل، وخاصه مواصفات الجيل النهوض الحضاري. نحتاج الى هذا النقاش، ونحتاج ان يكون هذا النقاش عمومي من زوايا مختلفه ومن مقاربات مختلفه. اكيد بالنسبه اليوم ناقشنا الوضعيه من خلال زوايا علم النفس، علم الاجتماع، ايضا من ناحيه اخرى من ناحيه الدين، وهذا مهم جدا. الفكره الاساس التي ركزت عليها خلال هذه المداخله هو انه يجب ان نعتبر الشباب اليوم فاعل، ويجب ان نتعامل معهم بمنهجيات مختلفه واسلوب مختلف ومقاربات مختلفه. ايضا يجب ان نفهم الشباب ونفهم استراتيجيه الاشتغال معه في افق جعله قريبا من مواصفات هذا الجيل الذي نتحدث عنه.